في هذا الموقف الأسبوع اللي فات، طحنا في هذا الموقف عرض مالي محترم جدا فايت 30 مليون. حقيقة أنه الحصص ما تشبهش بعض عامي. وي وش يا علا؟ والله شد كيفاه؟ قال لك أنت بدل مقر العمل تاعك لقسنطينة 16 مليون عرضت عليك دوكا 25 مليون سنتين. شد كيفاه؟ شد كيفاه؟ كرافاطة و 500 مليون. تدي ولا تخلي؟ خلي. أستاذ عيسى افتحنا العلبة تاعك من فضلك. أستاذ عيسى رقم 2 تفضل. إن شاء الله يا أخي نشتري أكثر منك إن شاء الله. كرافطة واحد اخرى وامشي واحد اخر يوم كان تاع التوالي. هسي شفتو صاحبي في بلاتي هاي بوكورا خويا دسعه